حبيت الابتسام سامع قلبي يموت بحبك مرضي مرحبا بكم معنا اليوم ومعنا سوبر ستار الليباني اللي هو اليوم موجود في مازاغون راغب علامه كومبريزون بلو راغب اهلا وسهلا فيك اهلين اهلا فيك بمازاغون كثير حلو كثير حلو هون ها اول مره مازاغون اول مره مازاغون حبيت مازاغون انا كثير بحب مازاغون والله حلو الجو حلو والمشاريع حلوه وانا كنت من 5 شهور بمراكش وحبيت مراكش كثير كمان كيف كانت حفله مراكش كان عملوا لي دعوه لكن ما بس ارجع الحفله كانت حلوه كثير كان الجمهور بمنتهى الروعه وكنا شيخين ومبسوطين يعني مبسوطين فرحانين كلنا فاليوم ان شاء الله الحفله تكون مثل ما نتمناها تكون ان شاء الله مثل ما تعودنا من الشعب المغربي العلاقه الطيبه اللي بيجمعنا فيه المغرب وخارج المغرب فحلو كثير ان نلتقي فيهم بكل الاماكن شو اخر اخبار هلا اخر اخبار صورت كليب بتفل بس قلبك معي بيضل صورته بلبنان بس نظرا للاحداث اللي عم بتصير بالعالم العربي السياسية يمكن اخره شوي لانه الناس ملهيين شوي بالسياسه والمشهد اليوم الفيديو كليبات هي الاخبار صار عشان هيك هذا اخر شيء يعني عملته وكمان طبعا انت عارف انه نزلنا دوات انا والفنانه شاكيرا وهذا مع معلش اذا بدك اساله مره ثانيه معلش وابتدينا نحضر الاغاني كمان ابتدينا ندخل الاستوديو نسمع يعني انت عارف انا دائما بخلص الالبوم دائما على طول ببتدي اشتغل واسمع وشوف الاتجاه للالبوم الجديد كيف حيكون شو الافكار عرفت فبعمل مثل برين ستورمينج قبل بوقت وعلشان الوقت اللي بدنا نبلش نشتغل نعمل مطبخ الغنائي يعني مطبخ الالبوم يكون عندنا صوره تقريبا مكتمله مشاريع انسانيه لانه بتعرف اليوم في نحن الشعوب العربيه نتعرض للظلم وين ما رحنا وحتى بين بعضنا ممكن من غير ما نشعر نكون عم نظلم بعض من غير ما نحس فعاملين مثل مشروع متوجهين فيه بدءا من المدارس اللي انا بملكها الى المجتمع الدولي من خلال الامم المتحده والمنظمات الانسانيه للتعامل بشكل افضل خصوصا مع الناس اللي عندها ببلادها حروب وتحديدا يمكن الشعب الفلسطيني اللي عم بيعاني الامرين في الداخل والخارج هلا عاملين له كمان يعني وقفه انسانيه لاضاءه اتجاه هذا الموضوع لانه الكرامه للجميع والاطفال والنساء والاشخاص ما لهم علاقه باللي بيحصل انه يدفعوا ثمن عقوبات من مجتمع دولي فكمان هذه عندنا وقفه انسانيه اليوم عم نشتغل شوي اشياء انسانيه كثير لانه هذا الوضع يحتاج بهالفتره انه يكون لنا وقفه مش الحياه مش كلها فن عرفت يعني احنا زرعنا الحب والافكار وجمعنا الناس ببعضها من خلال الاغاني والمحبه لما يكون في مشاكل كمان لنا دور الفنان مش بس بغني هذه الاشياء اللي عم بعملها الان اخر مره راغب شفتك انا في حفل زفاف هيفا وانا كنت بعرف انك انت بتحب هيفا شو رايك هيفا انت حلوه وذكيه صديقتي هيفا يعني انا شهادتي فيها مجروحه لانه يمكن هي الفنانة الأكثر اللي تجمعني فيها صداقة من كل الفنانين ليه بحسها هي حقيقية تتعامل بشكل مش اصطناعي وبتكون نفسها معي أنا بتكون هي هيفا هيفا يعني بالضبط دليل واضح وأصحاب أيضا مع زوجها شاب كثير محترم
ودائما بحبها تكون معي في الحفلات. كل ما عندي حفلات راس السنه دائما بطلبها بالاسم انه هيفا تكون معي. فعلاقه مميزه حقيقه بالنسبه لي. شو اخر مسج بتاعك للشباب اللي بيشوفك في المغرب العربي؟ شو المسج اللي عاوز تقول لهم انت للشباب؟ والله للشباب يحطوا هدف يمشوا عليه وما يخافوا. الانسان يتعرض، نحن بحياتنا ما يفتكروا النجاح اللي حققناه كان سهل ابدا. تعرضنا كثير لمؤامرات ولا اشاعات ولا اطلاق نار ولا محاولات قتل ولا محاولات. يعني انا اذا بتشوف حياتي انا اللي مشيت فيها مليئه بالاحداث. كان في كثير من الناس المؤذيين في حياتي، سواء قلت لك عن طريق الاشاعات او عن طريق الاذى الجسدي او الاذى النفسي او التآمر. الحياة فيها كتير ناس بيحاولوا يطلقوا عليك النار لانك انت في المقدمة لا لسبب اخر. غيورين غيورين. وفي ناس مش بس غيرة، في ناس بطبعهم الاذى. عرفت؟ فهدول الناس نحن بننساهم بنلغيهم من حياتنا. بنفكر بالناس بيحبونا، بنفكر بالناس اللي بيشبهونا، بنفكر بالناس اللي هم محبين وبدهم الحياة تكون حلوة. لهالسبب نحن غنينا كل حياتنا واشتغلنا ليل نهار لحتى نبني علاقة مع هالناس اللي لولاهم أنا ما كنت راغب عليهم. لولا هالناس اللي بفكروا زيي أنا لم أكن اليوم موجود بالشكل القوي الموجود. فمن هون بقول للشباب اهتموا بحالكم وما يهمكم أي شيء بحاول يؤذيكم. داروا انتبهوا، كونوا أذكياء، بس استعملوا الحب للحرب للسيف مش السيف. نحن بنستعمل بالحروب التي تشن علينا، نستعمل الرد بالحب بالوردة بالابتسامة. وأحيانا نلجأ للقضاء أحيانا يعني لما ما في حل آخر نلجأ إلى القضاء، لو أنه مش دايما القضاء يعطي نتيجة يعني. بس اللجوء إلى القضاء، لا اللجوء إلى القضاء يكون بمثابة موقف مش العقاب، مش نعاقبهم، إنما سنسأل لماذا لم تلجأ إلى القضاء؟ نقول لجأنا إلى القضاء أحيانا. عرفت كيف؟ وبعدين لو بدنا نلجأ للقضاء كل الوقت ببطل عندنا وقت نغني. أكيد. Thank you لك راغب، إن شاء الله تكون حفل اليوم بتاعك. هنشوفك عن ستيج، هنصورك عن ستيج. الله يخليك. نشوفك مرة ثانية إن شاء الله بالمغرب. وكثير انبسطنا فيك. كلام بسرك، إن شاء الله ممكن اشتري بيت بالمغرب وصير اجي كثير لهم. واو، لازم تعطينا. هذه فكرة. بعدين على البرنامج. راح اشتري داخل المغرب إن شاء الله. Thank you لك. يشرفنا. هذا شيء يعني إني يكون عندي بيت في المغرب، هذا شيء يشرفني حقيقة. وين أي مدينة وحيد تشتري بيت؟ مراكش؟ ممكن مراكش أو مراكش. أو برات شوي السيتي يعني. أوكي. عرفت؟ عم حب يعني فكرة ببالي حقيقة، وإن شاء الله يعني بيكون عندي. بتعرف ليكون عندك بيت بدك تقعد شوي وتشوف وتختار، لأنه البيت حاجة أنت تختارها. إن شاء الله ربنا يوفقنا بإنه ناخد دار حلو في المغرب ونجيله من وقت لآخر. شوف حبايبنا هون في المغرب، لأنه أنا بحبكم كثير.